وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف عضو الائتلاف الوطني الجنوبي بسقطرى الدكتور أحمد الرميلي. أهلا بك دكتور. بداية، كيف تقيمون مستوى المشاركة الجماهيرية في تظاهرة نوجد بسقطرى؟ نعم، أقيم الصباح اليوم تظاهرة جماهيرية في جنوب الجزيرة في منطقة نوجد تحديدا، مركز نوجد. نعم. وتوافد الناس من جميع القرى المجاورة للمنطقة وحضروا الفعالية والمظاهرة رغم المكايدات التي حصلت بالمظاهرة والمضايقات العسكرية التي نفذتها ميليشيات الانتقالي، لكن حجم المظاهرة كان لا بأس به رغم كل هذه المكايدات. وعبرت الناس عن رأيها ورفع الشعارات وأوصلوا رأيهم للعالم وللشرعية أن هناك مظالم وهناك أمور لابد من تداركها في قطعة. نعم دكتور، ذكرت أن هناك مضايقات واعتداءات من قبل ميليشيا الانتقالي على التظاهرة، لو تصف لنا هذه الاعتداءات التي تعرضت لها التظاهرة والمتظاهرين. نعم، كالعادة طبعا تعودنا كثيرا من ميليشيات الانتقالي في المظاهرات السابقة، نعم، أنه تحصل هناك مضايقات ومحاولة لمنع الناس من الاتيان المظاهرة وتفريقهم، ونفس المشكلة انتهجوها اليوم في نوجد. تم إنزال مدرعات عسكرية وجنود مدججة بالأسلحة، وحصل إطلاق نار كثيف بالأسلحة الثقيلة والخفيفة ومحاولة مضايقة الناس، وتم قطع الطرق إلا أن الناس أصرت على الحضور وأصرت على الوقفة الاحتجاجية رغم دخول المسلحين إلى المكان الذي تمت فيه المظاهرة مباشرة محاولة تفريق الناس، لكن الناس أصرت وأصبح هذا الأمر أمر التصريح بالسلاح وغيره. أصبح شيء طبيعي لدى السقطريين ويصرون على إيصال رسالتهم ورأيهم إلى العالم. نعم دكتور، يعني ذكرت أنه الناس مصرين على إيصال رسالتهم ورأيهم ومصرين أيضا على استمرارية الخروج في مثل هذه التظاهرات، برأيك هل ستغير هذه التظاهرات من المشهد الراهن في سقطرى؟ نعم فعلا، في بعد استيلاء ميليشيات الانتقالي على مقاليد الأمور بقوة السلاح في سقطرى زادت معاناة الناس وزادت احتياجاتهم وقلة الخدمات، وحصل هناك أشياء كثيرة للمواطن السقطري ومضايقات وغيرها وتردي الخدمات، فالناس لم تعد تصبر على مثل هذه الأمور الغير مجدية والغير مقنعة للشارع السقطري، فخرجت مظاهرات كثيرة وستخرج فعلا مظاهرات أخرى في قادم الأيام، والناس غير ملزمة للامتناع بمثل هذا التردي والانخفاض الحاصل في سقطرى. نعم دكتور، هل هناك مطالبات أخرى للمتظاهرين غير مسألة تحسين الأوضاع والتعبير عن تردي الأوضاع المعيشية؟ نعم، هناك مطالبات أخرى منها ضبط المداخل البرية البحرية والجوية إلى سقطرى، فهناك تسيب كبير جدا في الدخول والخروج إلى سقطرى، وهناك قلق لدى المواطن السقطري من هذا التسيب الذي يحصل لسقطرى من الدخول والخروج من الأجانب ومن غيرهم ومن أناس لا يعرف صفتهم، وهناك واحد دخل إلى سقطرى دون تأشيرات ودون معرفة من هم ولماذا يأتوا وكيف. فهذه أيضا من أهم المطالب التي خرجت بها تظاهرة اليوم. نعم دكتور أحمد الرميلي عضو الائتلاف الوطني الجنوبي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.